أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأخضر على غالبية أسعار الطاقة والمعادن النفيسة وأيضا العملات الرقمية. ارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغت 1%، يسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 89.12 دولارا للبرميل الواحد. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الخميس بعد انخفاض حاد أمس، حيث يقيم المستثمرون نقص امدادات الوقود قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية. أقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 3,600,000 برميل في الأسبوع الماضي. رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط في تقرير صدر الأربعاء، متوقعة وصول خام برنت إلى 96 دولارا و91 قرشا للبرميل في عام 2023 بزيادة 1.99% عن التقديرات السابقة. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد انخفضت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليهبط سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 0.25% عند 1,723 دولارا للأوقية. تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس، حيث يحاول الدولار استعادة مكاسبه قبيل تصريحات جديدة منتظرة من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. على صعيد العملات الرقمية فقد سجلت مكاسب جماعية، وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 1.36% لتسجل 19,000 دولار. يأتي ارتفاع أسعار العملات المشفرة بعدما اندفعت العملات الرقمية في موجة عنيفة من الخسائر على وقع تراجعات البيتكوين الحادة دون مستويات 19,000 دولار.